السلام عليكم، مرحبا بكم في مطبخ شهيوات الفاسية. ولكن اليوم انا ما موجودهش في المطبخ ديالي، انا معروضة. ودابا نحضر هذا السمك في الفرن. درت انا، بغيت نشاركو معكم ولكن تبديت وقلت ارى نوريكم غير الطريقة اللي درت. درت هنايا عندي السمك هذا اللي كيما شفتو، السمك ديال القرب، ها هو هذا منقي مغسول مفلح باش كتدخل له العطريه. درت القزبر معدنوس مقطع، ودرت الثومه محكوكه سنانه، شويه ديال بابريكا، شويه ديال كركم، شويه ديال الفلفل الاسود، الزعتر، زيت الزيتون، وقليل من الماء باش نخلط الشرموله، وقليل من الملح اي شويه صافي. وعندي هنايا البصل شرائح، والصحن اللي غادي ندير فيه، وكاينين هنايا هادو الوليدات ديالها البيض صافي، وزيت الزيتون، وغادي نبدا على بركه الله. دابا غادي نشرم الحوت ديالي ونديرو في الصينيه ونوريه لكم كيفاش جا، لان ما عنديش هنايا السيبوره باش نصور، يعني غادي نجهزو. انا قلت لكم الطريقه، ومن بعد غنشرملو مزيان ونحطو في الصحن ديال الفرن ونوريه لكم قبل ما ندخلو الفرن. دابا درت الزيت كما العاده، غادي ناخذ البصل غادي نديرو هنا، غنفرش لها البصل كما كتشوفوا، شرائح، القياس اللي ينزل لكم عليه السمك وما يجيش يعني منه لساج باش كي ما كيلصقش. اليوم غنديروا السمك بوحدو، ما غنديروا معاه لا خضار لا حتى شي حاجه. غنديروا هذا العود ديال الازير، هذا طبيعي حتى هو صافي، والعطريه ديالها، وغادي نديروه في الفرن. انا نوجدو في الصحن ونوريكم. هادو درتهم في الصحن، درت معاهم جوج وريقات ديال سيدنا موسى. واحد الطريقه كتجي زوينه، انا غادي خليتها لكم مفاجاه. غادي ناخذ هاد البيض ديالو، يعني وليداته، غادي نديرهم حتى هما في الجن، شرملتهم غنديرهم هنايا في الجانب صافي. غادي ناخذ الحامض غنديرو هنا بهذه الطريقه، عويد ديال الازير هكا فوق منه، وغادي ندير له الاناناس، غادي يطلق داك الحموضه ديالو انتوما هكا موزع. بحال هكا، وهداك المرق ديال الشرموله اللي بقى غادي نخويه فوق السمك هكا. صافي، وهذا هو الطبق ديالنا ديال الحوت القرب، سمك القرب بالاناناس وازير والزعتر والعطريه. ان شاء الله غادي نخلي لكم الوصفه بالكامل في صندوق الوصف، ونتمنى يكون الطبق اليوم اللي قدمته من المطبخ ديال اختي انا عندها يكون راقكم وشاركته معكم وبالصحه والراحه، ونتلاقاو فاش يوجد ان شاء الله. هذا طبق السمك اللي حضرنا اليوم عند اختي الكبيره، هو هذا طاب. انتم نتمنى تجربوه بهذه الطريقه ديال الاناناس وازير والزعتر، وان شاء الله نخلي لكم الوصفه في صندوق الوصف. وبالصحه والراحه، وما تنساوش اللايك والبارطاج، وتجربوه وتردوا عليا في التعليق كيفاش جاكم. وبالصحه والراحه.